حمل الكيس اللي فيه علبة اللبن بإيد ومسك أخوه بإيده الثانية اللي عمره 4 سنوات وتوجه على بيته اللي جنب الدكان. فتح الباب ودخل. في الصالون خواته التنتين نايمات. أخوه فلت إيده وراح نام جنب خواته. كمل ابن 8 سنوات المسير لوصل على المطبخ، حط اللبن على الطاولة، فتح باب غرفة نوم أمه ودخل. فجأة أغمى عليه. آخر لقطة شافها لأمه إنها حاولت تقوم عشان تساعده، بس ما قدرت تتمالك قوتها ووقعت على الأرض مغمى عليها، ودخل بعدها بحلم طويل استمر 12 يوم في المستشفى. الطبيب اللي كان مسؤول عن حالته قال يا بموت يا بعيش معاق. 12 يوم غيبوبة، بعدها صحي واكتشف إنه خواته الثنتين ما كانوا نايمين، كانوا ميتين. اكتشف إنه أمه كان مغمى عليها أثر تسريب الغاز في المنزل. مع هيك قامت حاولت تنقذه بآخر نفس عندها بس ما قدرت. صحي بعد 12 يوم غيبوبة لينصدم بالواقع الجديد، الواقع اللي ما في أم وأختين أكبر منه، وفوق كل هيك عنده شلل. بس رحمة ربنا هون اتدخلت بوجود جد وجدة وأقارب موجودين حواليه على مدار الساعة بيحاولوا يهونوا عليه بأكبر قدر ممكن، وحاول يمشي بعد الغيبوبة بس للأسف ما قدر. طب وأطباء، دواء وعلاج طبيعي، وأهم من هذا كله رحمة رب العالمين. بدأ يتشافى شوي شوي ورجع يمشي وتحسن، ورحمة ربنا كمان نجت أخوه الصغير ولحقوه بآخر لحظة وما تآذى كثير. وكل هذا وأبوه مش بالبلد ومش قادر يرجع لسبب قاهر. يا الله ما أعظمها من مصيبة، الأم توفت والأختين توفوا والأب في بلد ثانية بتعصر وبتلوى من القهر وقلت الحيلة، وابن 8 سنوات نجب أعجوبه هو وأخوه. طاب صاحبنا وصار يمشي بعد معاناة مع العلاج من الشلل المؤقت. بعدها راح عاش عند بيت جده، وبعد سنة تقريبا الجد كان تعبان أساسا قبل الحادث، وبعد الحادث صحته اتدهورت وما قدر يتحمل وتوفى. توالت الأيام الصعبة على هذا الطفل، بس ظل وجود أقاربه بيهتموا فيه وبيحنحنوا عليه بيهون على هذا الطفل. ومر 3 سنين والأب تزوج في البلد اللي كان فيها وأخذ بطل قصتنا وأخوه لعنده. مرت الأب بشهدولها بالصلاح وبالحنية وما بذكروها إلا بالخير. قضوا مع أبوهم 5 سنوات وبعدها سافروا من هاي البلد لبلد عربية أخرى وعاشوا فيها 4 سنوات، وطبعاً الحال المادي مش ولا بد. وبطلنا ابن 16-17 سنة بيشتغل عامل مياومة لحتى يصرف على دروسه الخصوصية لأنه هاي البلد فيها منهاج فرنسي. وبعد 4 سنوات انفرجت الدنيا شوي على الأب ورجعوا على الأردن. كمل صاحبنا دراسة جرافيك ديزاين في الأردن واشتغل بعديها بتخصصه، وراح سجل بجيم، وهون أخذوا القدر لطريق ثاني. بدأ تمرين، بنيته قوية، إرادته حديد، سنه صغير، لفت انتباه المدرب. مسكوا المدرب، بدي أدخلك بطولة. بطلنا تفاجأ، نعم؟ بطولة إيش؟ بطولة المملكة للناشئين. والله وزي الحلم، بطلنا ما كذب خبر. إيش بدك يا كابتن؟ من إيدك هاي لإيدك هاي. تعب واشتغل على حاله وشارك والمركز الثالث، ودخل بطلنا عالم بناء الأجسام. بس طبعا لاعب جديد، ما في دعم، ما في مصاري، والوضع في البيت صعب لبعد المسافة ونوعية الأكل اللي بتأثر على مصروف البيت بشكل مباشر. بطلنا رحل من بيت أهله وسكن في مكان قريب على شغله وعن نادي، وفي مطحنة الدنيا شغل وتمرين وتمرين وشغل، والبطولة اللي بعدها وعلى مستوى المملكة وكمان المركز الثالث، والبطولة اللي بعدها مركز أول، واللي بعدها مركز أول، واللي بعدها مركز ثاني. طبعاً بتخلل كل هاي البطولات أحداث ومشاكل من يمين وشمال، بلاش ندخل بتفاصيلها. وأجت سنة 2016 وأول بطولة دولية ومركز خامس، وبعدها أول بطولة برا الأردن كانت بطولة دبي مصل شو والمركز الأول رغم أنه المنافسة كانت شديدة، وبعدها بطولة العين الدولية ولكل جواد كبوة المركز الرابع، بس بطلنا ما تأثر. طيب يلا هات اللي بعدها، بس بعدها للأسف بريك، كورونا عطلت الكوكب كله. راحت كورونا الله لا يعيدها، وسنة 2022 وبعد سنتين قاعدة وطفر الله لا يعيدهم. هون أبدع بطلنا بداية السنة ذهبية دولية في المملكة العربية السعودية، وبعدها ذهبية دولية في تونس، وبعدها من مدة قصيرة ذهبية وكرت احتراف في بطولة مستر أولمبيا للهواء في باكستان. بطلنا انضم لقائمة المحترفين الدولية بعد معاناة ومطاحنة ومباطحة في الظروف اللي مر فيها، نجح في الوصول لمرحلة ممتازة في لعبة بناء الأجسام. بطلنا هو الشاب الأردني الطموح زيد فايز الجبرة،
هذا الشاب اللي بيشكل مثال حي للمثابرة، وبنتمنى له طبعا التوفيق في البطولة اللي جاي اللي راح تقام في تونس بشهر 11 من هذا العام.